السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في قناة العلم هدفنا. إن شاء الله النهاردة الفيديو هيكون Grade 6 First Term، وهتكون المراجعة الخاصة بشهر نوفمبر. ويلا نبدأ بسم الله. في البداية عايز أقول لكم إن إحنا إن شاء الله هنراجع من مزامة المتميز، ومن خلال المراجعة بنشوف خطوات الحل وبنفتكر سريعا المعلومات اللي خدناها. ولكن طبعا مهم انك تكون ذاكرت في الاول. انا كمان نزلت شرح لمنهج نوفمبر بالكامل من خلال 3 فيديوهات، هسيب لكم اللينكات الخاصه بيهم في صندوق الوصف للي محتاج يرجع ليهم. ويلا على طول دلوقتي نبدا. ويلا نبدا في اول سؤال مع بعض، وهنا سؤال تشوز وبيسالك اول حاجه مديك شكل الستيتمنت، انت شايف شكل فيربال وعايز يحوله لشكل expression. احنا قلنا النوعية دي بنحاول نمسك جزء جزء في الستيتمنت عندنا ونحاول نترجمها ونحولها لشكل expression. طيب تعالى نبدأ. بيقول لك take away، أول ما شفت الكلمة دي عرفت انك بتتكلم على subtraction من الكلمات اللي خدناها في فكرة subtract. وتعالى نكمل، بيقول لك double the number m يعني ال2m، وقرا كده كويس from 20، يعني عايزين نعمل subtract 20 minus ال 2M، عايزين نعمل double M from 20. فطبعا السوليوشن هيبقى number D. بعد كده بيقول لك الفوليوم. قبل ما اكمل، طبعا انت فاكر فكرة الفوليوم والقانون الخاص بيها، انك بتقول اللينس تايمز الويتس كمان تايمز للهايت. وبيقول لك اللينس الخاص بالكيوب، لو السايز او الايدج لينس 4 سنتيمتر فطبعا هو عباره عن 4 كده تايمز ال 4 تايمز ال 4. واحنا اخذنا فكره ازاي نحول من الشكل ده لشكل اكسبوننشال، والشكل يبقى ليه باور. انك قلت ان احنا بنخلي ال 4 هنا كبيز، ونشوف احنا بنكرر كام مره، ادي 1 2 3 يبقى 2 باور 3، يبقى الباور 3 بالشكل ده. ويبقى السوليوشن عندك نمبر سي، بنقرأ 4 to power 3. example اللي وراه. طيب تمام، كويس ان السؤال ده وجي وراه السؤال ده، بحيث انك تاخد بالك وتفرق ما بين الشكلين اللي عندك. تعال الاول نشرح السؤال الاولاني. انت شايف ايه معايا؟ شايف 3 times 3 times 3. المهم انك بتعمل تكرار لـ 3 من خلال عملية الـ times او المالتبليكيشن. احنا قلنا الفكرة دي ازاي نحول من الصورة دي لصورة exponential. هقولك ان احنا خدنا انك بتشوف النمبر اللي بيتكرر هو عبارة عن 3، بتكتبه كبيز هنا، وبتشوف احنا بنكرر كم مرة، ادي 1 2 3 4 5، فتكتب شكل الباور بالشكل ده. وطبعا بنقراه 3 to power 5، فيبقى solution number C. بص بقى الشكل اللي تحت علشان ما تتلخبطش. انت شايف هنا 3 بلس بلس بلس، انت شايف هنا انك بتعمل عمليات addition، وده كان مفهومنا لما اتعلمنا فكرة المالتبليكيشن، وقلت هو تكرار، بيحصل تكرار وaddition. فبتبدأ تقول ان 3 اتكررت كم مرة هنا، 3 1 2 3 4 5، يعني عبارة عن 3 times 5. يبقى ما تتلخبطش لما يدهالك بشكل تايمز، انت فهمت ازاي تحول لصورة الاكسبوننشال، ولما يدهالك في شكل اديشن انت عارف ان الموضوع كده عبارة عن موضوع مالتبليكيشن عادي. فطبعا السوليوشن هيبقى نمبر A. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك مديك اكسبريشن، تمام، ومديك قيمة للام هنا في ام هنا في variable هنا قيمته ام، ومديك قيمة ليها بسكس. مجرد انت هنا هتعمل عملية substitute وتعوض بقيمة السكس، فتعال نشوف كده، تقول 5 times للسكس وبعد كده divided 3، طبعا عبارة عن 30 divided 3 أكيد هيبقى equal 10، فيبقى solution number D. بعد كده طيب هنا بيقول لك الفيرست اوبريشن، وهنا بيفكرنا بفكره الاوردر اوف اوبريشن واولوياتنا اللي احنا اتعلمناها. اول حاجه كنا بنقول البراكتس، بعد كده الاكسبوننشال، بعد كده المالتيبليكيشن والديفيجن في نفس الليفل، ويجي بعد كده اديشن وسبتراكشن. طب تمام، تعال نبص على الاكسبريشن اللي عندنا. انا شايفه هنا براكتس، لا مش شايفه براكتس، بس شايفه في هنا اكسبوننشال ظهر هنا او اكسبوننت، فطبعا هيبقى كده الستيب الاولى بالنسبه لك هتبقى موضوع الاكسبوننت، السوليوشن نمبر سي. هنكمل، بيقول لك برده بنفس الفكره عندك، هنا بيقول لك الفيرست اوبريشن، هنا هتبص زي ما قلت لك البراكتس، بس انا مش شايفه هنا في اي كلمه ليه كلمه براكتس.
طيب احنا لما اتعلمنا فكره البراكتس قلت بعد ما بتشوف البراكتس بتدخل جواها، اللي جوه البراكتس انت شايف موضوع ديفيجن، فتمام يبقى هي دي اول اوبريشن هتبدا تقوم بيها وهو موضوع الديفايد، ويبقى السوليوشن نمبر دي. هنا بيقول لك 7 كيوبد ادد تو 6 سكوير. احنا اتعلمنا ازاي نكتب شكل الاكسبوننت لو مندهالك بصوره كلام مختلفه شويه. لما اقول لك 7 كيوبد معناها كده 7 تو باور 3، احنا اتعلمنا كده. اد يعني بلس، 6 سكوير يعني 6 تو باور 2، وبالتالي السوليوشن هتلاقيه عندك هيبقى عباره عن نمبر بي. طبعا احنا هنا عملنا كوميتاتيف دي الصورة دي، مش هتفرق طبعا انك تقول 6 to power 2 plus 7 to power 3 او العكس. هنكمل. بيقول لك روزانا saved x pounds ومستر محمد gave her 20 pounds. طبعا تعرف تكتب expression، انت بتقول give her يعني موضوع addition، فطبعا انت هتقول سيمبل اكس. هنا مديك سيمبل اكس، واحنا اتعلمنا انك كان لو مش مديك اي سيمبل انت كنت ممكن تحط سيمبل من عندك، بلس المبلغ اللي ادهولها المستر عباره عن 20، فهو يبقى اكس بلس 20. هنا بقى بيقول لك مديك شكل الايكويشن على طول، اول ما اشوف شكل الايكوال انا عندي ايكويشن، وبيقول لك قول لي 3 اكس قيمتها كام. طيب نمسك الاول الايكويشن، هي اكس بلس 5 ايكوال 8، واحنا تعلمنا ازاي نجيب الاكس ال5 تروح السايت الثاني بعكس الساين الخاص بيها، يعني بالضبط اكس عباره عن ال8 ماينس ال5، فالاكس قيمتها 3. عايزك ما تسرعش وتختار 3 لان مش هو طالب انك تجيب قيمه الاكس، هو طالب انك تجيب قيمه ال3x، فطبعا معناها انك بتجيب 3 تايمز ل 3 لان الاكس طلعت القيمه الخاصه بيها 3، فطبعا السوليوشن هيبقى 9 ويبقى السوليوشن نمبر سي. شفت ازاي الاسئله بسيطه لكن مهم جدا انك تركز وتقراها كويس وتركز في المطلوب بالظبط منك. الاكزامبل اللي وراه بيقول لك عندك ا نمبر، لو اد تو 5 الريزلت هيبقى 17. احنا اتعلمنا ازاي نترجم الكلام ده، الاول تعالى نترجمها لايكويشن. النمبر هدي له سيمبل وليكن اكس، اد يعني بلس لل5، تمام. بعد كده الريزلت يعني عايز اقول ايكوال 17، تمام. انا كونت شكل الايكويشن، حاليا هو عايز ايه؟ عايز النمبر اللي انا اديت له سيمبل اكس. خلاص انت بتتعامل مع ايكويشن، هتقول الاكس هنا في السايت وال5 تروح السايت الثاني بعكس الساين الخاصه بيها، يعني 17 بتفضل زي ما هي، وهنا بدل ما هي بوست 5 بالشكل ده هتروح نيجاتيف 5، فبالتالي بتعمل سبتراكت، وطبعا كده السوليوشن هيبقى 12 ويبقى السوليوشن نمبر ايه. السؤال اللي بعده بيقول لك سوليوشن اوف انيكواليتي دي جريتر ذان ال15. طبعا انا لو بسالك يعني حتى لو ما خدناش القصه دي بقول لك معنى ايه ان انا اقول في نمبر او سيمبل قيمته دي وهي بتكون greater than 15، يعني هتبدأ تقول لي 16 17 18، هتقول لي numbers اللي أكبر من 15، تمام. فبص كده لي solution اللي عندنا، هلاقي ال 15 مش هتنفع، 12 مش هتنفع، فأنسب solution طبعا هنا هيبقى ال 20 وهيبقى number C. السؤال اللي بعده بيقول لك برضو خلاص بنفس الفكرة احنا فهمناها، قول لي solution للخاص بالinequality لل D greater than or equal 15. برضو لو احنا ما كناش درسين كنت على طول هتقول لي هي عبارة عن 15، بدأنا ليه هنا ب 15 لان قالك equal or equal، ومكملين بقى 16 17 وهكذا مكملين، يعني طبعا لما لا نهاية. طيب احنا حاليا هنبص للsolution او الاختيارات اللي عندك. عندك 15 تمام دخل معنا، 16 هتبقى داخله، 20 داخله، فاذا السوليوشن هنا بقى الانسب all of them. يبقى مش دايما لما تلاقي all of them تختارها، هو الاختيار على حسب بالظبط السؤال ايه وانت فهمته ازاي، وتبقى طبعا فهمه مظبوط. شوف السؤال اللي بعده بيقول لك يوسف eat at least 3 oranges، يعني اقل حاجه بدا ياكلها هي 3، فطبعا يبقى اقل قيمه 3. بيقول لك يا ترى يوسف may eat قد ايه؟ لو انا ما عنديش اختيارات هقول والله ممكن ياكل 3 4 5، اي نمبرز المهم تبقى بدايتنا من 3. تعالى كده نشوف السوليوشن اللي عندك. هنا 3
وهنا 5 داخله تمام، وممكن 12 وممكن نمبرز كتيره. المهم ان كل النمبرز اللي اداها لك ينفع يبقى حل للفكره اللي عندنا. فطبعا هنا الاختيار هيكون all of them. اللي example اللي وراه بيقول لك ليان عندها 25 pounds وكمان مايا عندها more money than ليانا. يا ترى بقى مي اسمها ايه مايا يبقى عندها كام باونس؟ طبعا برضو انك بتقول لو هنا ليان عندها 25 ومايا اكتر منها يبقى ممكن يبقى عندها 26 ممكن عندها 27 ممكن عندها نمبرز كتيره لما لا نهايه. بص بس الاختيارات اللي عندك 25 اكيد لا لانها اقل لانها قيمه 25 وهي قلنا اكتر منها، 20 اكيد لا لانها اقل من 25. بص ال 100 هنا كده 100 السوليوشن المناسب يبقى السوليوشن نمبر سي. زي ما لسه قايله لك مش كل ما تلاقي اول زي ما تختارها، هي الفكره انك على حسب السؤال والمعطيات اللي معاك. بيقول لك هنا زياد عنده 16 كاندي وكريم عنده اقل منه تمام less than. يا ترى بقى كريم معاه ايه؟ ساعتها هتقول والله انت كده بدايتك من 15 ومكمل بقى اللي اقل منه 14 13 وهكذا. فلما تبص للاختيارات اللي عندك هتلاقي طبعا السوليوشن المناسب هو 10 لان 10 اقل من ال 16، لكن ال 100 مش هينفع لانه اكبر وال 16 طبعا نفس القيمه مش هتنفع معانا. هنكمل كده. جانا بتشتري سبيرو ومستر محمد اشترى نفس النمبر تمام، فيا ترى بوت سام سيم نمبر اول مور، ركز قوي في اول مور، فيا ترى هو اشترى ايه؟ فساعتها تقول لي والله هو ممكن يبقى مثلا اشترى 6 7 8 نمبرز كتيره، المهم ممكن يبقى 6 وممكن يبقى اكتر منها. حاليا هنبص في الاختيارات هتلاقي ال 6 ينفع 12 ينفع 100 ينفع لانه كلهم اكبر من ال 6 بالاضافه الى قيمه ال 6 انه قال لك ذا سيم اور مور تمام. فهنا بقى السوليوشن هيبقى all of them. بعد كده بيقول لك كل السوليوشن اللي قدامك دي ينفع انيكواليتي للانيكواليتي اللي عندك دي بس اكسبت ما عدا. يبقى نركز قوي في السؤال، هو مش طالب انه يحقق ده بيقول لك اكسبت ما عدا كذا. طيب انا دايما في الشكل لما يكون في شكل بالشكل ده انا بحب ارسم شكل النمبر لاين واوضح عليه كده وافهم. هكتب هنا الزيرو وهكتب هنا نيجاتيف 1 وهكذا وهكذا مثلا لحد ما نوصل لنيجاتيف 8 تمام. انت علشان تحقق شكل الانيكواليتي دي بيقول لك اكس اقل من النيجاتيف 8. طب يعني ايه اقل يا جماعه؟ احنا عارفين ان احنا كل ما نقل احنا في اتجاه اللفت، يعني انت بالظبط عايز الجزء ده. انت عشان تحقق الشكل ده انت عندك بقى نيجاتيف 9 نيجاتيف 10 ومكملين تمام. فانت بدايه من النيجاتيف 8 للفتره دي كلها لما لا نهايه انت محقق الشكل الانيكواليتي اللي عندك. طيب هو مش عايز النمبرز اللي تحققها، هو عايز النمبر اللي اكسبت ما عدا. اذا اختياراتك هتبقى في الفتره التانية دي كلها. بص بقى للسوليوشن اللي عندك، نيجاتيف 8 كده مش هتنفع، النيجاتيف 10 مش هتنفع، النيجاتيف 7 هي اللي هتنفع لان هي موجوده هنا في الفتره اللي مش داخل الرينج ده او الايكويشن او الانيكواليتي اللي عندك. فكده السوليوشن هيبقى نمبر سي. طيب نشوف الاكزامبل اللي وراه على طول. بيقولك هنا عندك شكل الايكويشن، واحنا خدنا بقى خلاص الفكره دي فكره ديبند وفكره اندبند. قلت لك ان دايما لو مثلا تعالى نكتب احنا اي ايكويشن عندنا، مثلا هقول لك ان الواي بتساوي 3x مثلا بلس 2 اي ايكويشن. قلت لك دايما ان الشكل اللي هنا اللي هو الريزلت او التوتال ايا كان ده بيكون على طول بسميه ديبند تمام. اما السيمبل اللي بقى داخل العمليه الحسابيه سواء بتعمل اديشن مالتيبليكيشن ايا كان ده دايما بقول عليه هو الاندبند، ده مش معتمد على حاجه، لكن دايما قيمه الواي هي الاندبند معتمده على قيمه الاكس اللي هنحطها تمام. بالتالي كده سؤال زي ده بيبقى سهل قوي، انت بس بتشوف الفاريبل اللي هيبقى اندبند. طالما اندبند هبص على اللي داخل العمليه الحسابيه، فطبعا الفاريبل هنا هو اكس السوليوشن نمبر سي.
بنفس الفكرة، شوف السؤال اللي بعده الإيكويشن اللي عندك، بيقول لك اختار هنا بقى ال depend. ال depend قلت لك هو result اللي في الآخر ده هو اللي يبقى depend. فطبعا هيبقى solution كده هيبقى B، symbol B والsolution number D. example اللي وراه منديك شكل equation ومديك قيمة ل x equals x، وطبعا انت هتعمل تعويض او substitution وهتطلع لك قيمة لل y. تعالى كده نشوف مع بعض. هقول ان ال y بتساوي have ال x قيمتها 6 وبعد كده plus 3 طبعا divided 2 equal 1 divided 2 equal 3، فيبقى عندك 3 plus 3 اكيد equal 6. solution number A مديك هنا شكل equation ومنديك هنا ان ال y قيمتها 11 وبيقول لك احسب لي ال x. عوض كده بقى بال y، يبقى 11 equal 2x plus 5. احنا قلنا كده عندك شكل equation، وانت علشان تطلع قيمة لل x حاول دايما خلي ال x في سايت لوحده. يبقى مبدئيا انا هسيب ال 2x زي ما هي، وهخلي ال 5 هي اللي تروح السايت التاني بعكس الساين بتاعتها، يبقى 11 negative 5 equal 2x. فطبعا لما تقول 11 negative 5 هيبقى equal 6، يبقى 6 equal 2x. فخلاص سهل انك تعرف بقى ان ال x هي عبارة عن 3، لان 2 times 3 equal 6، ويبقى solution number B. example هنا بيقول لك يا ترى مين في دول equation؟ ما تفكرش كتير، انا اول ما هشوف شكل الساين الخاصة بال equal تمام يبقى انت عندك equation. فتلاقي طبعا انسب solution number C اللي هو ال equation عبارة عن 3C equal 3. هنا بيديك شكل ال 2 and m، وترى لو عندك الرول او القاعدة دي ان ال y بتساوي 3x minus 2 قلنا قيمة لل m. طيب مبدئيا احنا خدنا الشكل ده وشكل الجراف، قلت لك كده لما اعمل قوس بالشكل ده عبارة عن x and y، يعني دايما القيمة اللي في الاول هنا اسمها x والقيمة اللي في التاني هنا اسمها y. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلام ده معناه انه مديك قيمة الاكس هنا بتوم، والام دي يعني عايز قيمة الواي. تمام؟ تعال نشوف بقى كده، يعني معناها لو الاكويشن اللي عندك ان الواي 3x minus 2 الاكويشن اللي مديها لك، انت عوض بقيمة الاكس بتوم. يعني شوف هنا مش دايركت قالك ان الاكس بتوم، بس بناء انك فاهم ان ده عبارة عن x and y، ساعتها هتقول يبقى 3 times ال 2 minus 2، يعني ال 6 minus 2 equal 4. وبالتالي كده أنا جبت قيمة ال y، قيمة ال y اللي هنا واخدة ال symbol m. فبالتالي solution كده هيبقى number D come to 4. example اللي وراه منديك شكل ال equation ومنديك برضو 3 and n، وبيقول لك جيب لي قيمة لل n. خلاص احنا فهمت كده ازاي، فهمت ان 3 دي ترمز لل x، وان ان دي هتبقى هي اكنها قيمة ال y. خلاص عوض بال x بقيمة 3 بنفس الفكرة، هتقول لي ان ال y بتساوي 2 times 3 بعد كده plus 10، يعني 6 plus 10 يعني equal 16. انا كده ايه جبت قيمة ال y اللي هو واخدة هنا السامبل n، فيبقى خلاص السوليوشن هنا number C. بعد كده بيقول لك y is 6 times ال h add 2 12، وبيقول لك اكتب الايكويشن. احنا خلاص فهمنا ازاي نترجم كده بالراحة، هتلاقي السوليوشن نمبر دي. تعال نشوف ازاي. y is يعني y equal is دي اكنها equal على طول، 6 times ال h add 6 times ال h 6 h على طول بتتكتب، add 2 12 يعني add plus 12، بارت بارت كده وجزء وجزء بنوصل للسوليوشن، هتلاقيه سهل جدا. هنكمل كده. وصلنا دلوقتي لاخر سؤال في النوع ده من الاسئله عندنا، بيقول لك فكره بسيطه، فكره الاورجن طبعا قيمته هتبقى 0 and 0. لما كنا بنرسم الجراف واقول لك البوينت دي هي بوينت الاورجن عندك، وقيمتها 0 في الاتجاه الاكس وكمان 0 في اتجاه الواي. مكملين مع بعض السؤال التاني، وهنا سؤال كومبليت. بس خلوني أفكركم أنكم ما تنسوش اللايك وتشيروا المراجعة النهاردة زمايلكم، علشان الكل يلحق يراجع معنا، ويا رب الجميع يستفيد.
نشوف دلوقتي السؤال الأول. سكس كيوبد، خلاص اتعلمنا الشكل ده إنك بتكتب السكس، وطالما كيوب هتحط الباور هنا 3 بنفس الفكرة 5 سكوير إنك بتكتب الفايف تمام، لكن هنا سكوير يبقى الباور 2. هنا شكل الإكويشن، وطبعا هنبدأ نحلها، هنلاقي السوليوشن 23. تعال نشوف وصلنا للحل إزاي. طيب أنا فاكرة طبعا فكرة الأوردر أوف أوبريشن، أول ما شفت شكل إكسبوننت كان لازم نخلصها الأول. 5 to power 2 معناها 25 لأنها عبارة عن 5 times 5، كمل كده معايا، plus 6 minus 2 to power 3 معناها 2 times 2 times 2 يعني equal 8. تعال نكمل كده خطواتنا، هنخلص الأديشن الأول، يبقى 25 plus 6 equal 31، بعد كده minus 8، خلاص كده السوليوشن عبارة عن 23. السؤال اللي بعده برضو بنفس الفكرة، عندك expression وعايز تجيب له قيمة، ولكن هنا كان في سيمبل اسمه x ومديك القيمة الخاصة بيها equal 3، فتمام انت عوض بيها على طول. تعال نشوف كده السوليوشن مع بعض. هقول لك هنا عبارة عن 2 x to power 2 يعني 3 to power 2 يعني معناها 9 معناها 3 times 3 minus، افتح البراكتس، عبارة عن 2 times 3. شفت هنا برضو شكل الإكسبوننت، يبقى على طول أخلصه في الأول، 3 to power 2 معناها 9، يبقى بنتكلم إنه plus 9 تمام. هنكمل خطواتنا، 2 times 9 minus، طول ما أنا شايفة براكتس دايما عيني عليه ودايما بيخلص في الأول، أنا شفت البراكتس لسه جواه تايمز وجواه اد، فطبعا هتخلص التايمز في الاول، 2 تايمز 3 ايكوال 6 بلس 9 تمام. انا كده تقريبا خلاص بخلص الشكل معاك. تعال نكمل هنا حل، عباره عن 2 تايمز لل 9 تمام ماينس 6 بلس 9 اللي جوه البراكتس لسه بنكمل، هنخلص الاول عباره عن ماينس 15 تمام. دلوقتي حاليا انا شايفه اديشن وشايفة سبتراكت، خلص سوري شايفة تايمز هنا وشايفة سبتراكت، خلص التايمز الأول، 2 تايمز 9 إيكوال 18، بعد كده ماينس 15، خلاص كده السوليوشن 3. الخطوات سهلة، جربها بإيدك، أهم حاجة بس فكرة الأوردر فوبريشن وفاهم أنت بتبدأ بإيه تمام، والخطوة التانية إيه، وكمان فاهم دايما البراكتس العمليات اللي جوه لازم تخلصها في الأول. السؤال اللي بعده بيقول لك البرايس لل1 بن كان 6 باوندز، يا ترى البرايس الاكس بن هيبقى كام؟ طبعا انت كده عباره عن عمليه تايمز، وسهل على طول انك تقول ده عباره عن 6 اكس. هنا البرايس لل10 بنز ايكوال اكس باوندز، يا ترى البرايس لل1 بن ايكوال كام؟ ايكوال اكس ديفايدد 10. احنا مش حافظين يا جماعة، احنا بنقرا السؤال وبنفهمه. بيقول لك السعر الخاص بال10 بن كان قيمته اكس تمام، القيمة اكس تمام. طب يا ترى السعر الخاص بالبن الواحد هيبقى كام؟ طبعا اكيد هتعمل ديفيجن، يعني موضوع سهل انك تقول انه عبارة عن الاكس ده ديفايدد لل10. السؤال اللي بعده مديك شكل الاكسبوننت، عبارة عن ان في 5 وفي هنا باور عبارة عن قيمتها 4. احنا تعلمنا وقلنا ان الفايف دي كتسمية اسمها البيز، وان الفور اللي فوق ده كتسمية اسمه باور اسمه اندكس اسمه اكسبوننت، كل دي تسمية تنفع ليه قيمة الفور اللي فوق عندنا. فطبعا لما يقول لك البيز هنا هتقول لي هو عبارة عن الفايف، اما الاكسبوننت عبارة عن الفور. طيب احنا فاهمين كده. طيب بص قايل لك السؤال بطريقة تانية، بيقول لك ان البيز 8 وان الاكسبوننت 3، انت بقى اكتب لي شكل الاكسبوننشال فورم، هتبقى سهل اكيد، هتحط البيز اللي قيمته 8 وهتحط الباور 4 او الاندكس اللي قيمته 3، فهيبقى بالشكل ده 8 to power 3. هنا بيقول لك السكوير ومديك ان السايت لينث اكس، واكتب لي البريمتر واكتب لي الاريا، يعني كأنك بتكتب القانون الخاص للبريمتر والقانون الخاص للاريا. طبعا بالنسبه للسكوير البريمتر كان عباره عن الفور تايمز للسايت لينث، وكان الاريا عباره عن السايت لينث تايمز السايت لينث تمام. دي القوانين السهله جدا اللي كنا عارفينها عن السكوير، ولكن هنا عايز انك تحط قيمه السايت لينث ده بقيمه اكس. خلاص يبقى البريمتر عباره عن 4x بدل ما بكتبه 4s، وكمان الاريا عباره عن الاس تايمز الاس اللي هي الاكس تايمز الاكس
طبعا اللي احنا اتعلمنا ممكن على طول تحول الصورة زي كده ان عبارة عن اكس تو باور 2. هنكمل السؤال اللي بعده، مديك قيمة للاكس ب2 ومديك شكل الاكسبريشن اللي عندك، تمام، وبيقول لك يا ترى هما ذا سيم فاليو ولا لا. طيب هنبدا نشوف شكل الاكسبريشن اللي عندك وهنعوض بقيمه الاكس ب2. هتقول لي هنا 2 تايمز لل2 بلس ال5، يبقى هنا القيمه عباره عن 4 تايمز لل5 يعني ايكوال 9، تمام، دي القيمه الاولى. طب تعال نشوف بقى الشكل الثاني، الاكسبريشن الثاني، 3 تايمز فاتح قوس اكس بلس 1، الاكس كم تو 2 يعني 3 تايمز للبراكتس ده عباره عن كده اصبح 3 لان 2 بلس 1 3 و3 تايمز 3 برضه ايكوال 9. اذا طلع لك نفس الفاليو، اذا لما يسالك هي نفس الفاليو سيم فاليو قول له تمام يس صح كده. شوف بقى شكل الايكويشن اللي هنا، وبعد كده بيقول لك احسب له قيمه الهاف اكس. يبقى مبدئيا انا هطلع قيمه للاكس. لما يقول لك ان ال 5x equal 20 ما تعرفش على طول تقول لي يبقى الاكس دي 4 يعني 5 تايمز 4 equal 20. طيب هو طالب الهاف اكس يعني نص ال 4 نص الاكس، فعلى طول هتقول لي اكيد عباره عن 2. هنا بيقول لك ال 100x equal 0، يا ترى ال 12x equal كام؟ طيب احنا تعودنا ان علشان يبقى ان التوتال في عمليه التايمز يطلع زيرو اكيد في زيرو في الموضوع، يعني اي حاجه تايمز للزيرو ايكوال زيرو. فلما يبقى فيني 100 تايمز الاكس ايكوال زيرو يبقى اكيد اكس دي كانت قيمتها زيرو. فلما يقول لك بقى طيب ال 12 تايم اكس اللي احنا طلعنا قيمه الاكس بزيرو اكيد برضو هيبقى زيرو، 12 تايمز للزيرو ايكوال زيرو. انتوا شايفين معايا قد ايه الاسئله سهله، اللي هي كان ممكن اصلا لو احنا مش ما ذكرناش او ما درسناش المنهج بتاعنا ان احنا بمعلوماتنا اللي احنا كنا دارسينها وفاهمينها على طول نحل الاسئله دي كلها. بنكمل مع بعض السؤال الثاني، بيقول لك هنا مديك شكل تيبل وبيقول لك اكتب لي الايكويشن الخاصه بيه. مبدئيا بس هنا المفروض هنا قيمه الاكس وهنا اللي هتبقى قيمه الواي، تمام كده. احنا اتعلمنا شكل الايكويشن ان دايما بيكون عندك y equal وهنا x وهنا سواء اي عملية حسابية بتحطها times كانت addition ايا كان. طيب احنا حاليا هنبص على التيبل وهنبص على النمبرز ونحاول كده احنا نستنتج شكل الايكويشن. بص هنا انت مبدئيا فاهم برضو انك كل مرة بتحط قيمة للاكس فبيطلع لك قيمة للواي، يعني حطيت قيمة الاكس مثلا هنا ب1 فطلعت لك 2، الواي قيمتها 2، طيب لما الاكس كان قيمتها 2 الواي طلعت قيمتها 4، وهكذا لما 3 فالواي طلعت قيمتها 6، ولما حطيت ال 4 قيمه للاكس فالواي طلعت قيمتها 8. اكيد انت لاحظت معايا ان كل مره بنعمل دبل للنمبر او انك بتعمل 2، فانا اقدر اقول ان كده شكل الايكويشن هي عباره عن ان الواي ايكوال 2 تايمز الاكس. طب تعالى نتاكد كمان، تعالى مثلا نعوض بالقيمه دي اللي عندك، حط لي قيمة 3 هتقولي 2 times 3 equal 6، يبقى تمام احنا كده فهمنا صح، ويبقى ده شكل الإيكويشن ان y equal 2x. السؤال اللي بعده بيقول لك 100 times x equal 100. كلنا عارفين ان اي نمبر او ان نمبر 1 times لأي نمبر بيدي نفس القيمة، فأكيد ان x هنا قيمتها 1، وبالتالي لما يقول لك 12x أكيد قيمتها equal 12. هنا شكل الايكويشن قلت لك اسهل حاجه انك هنا تحسب الاكس، فبتبدا تعمل شكل المقص وتقول هنا ان الاكس عباره عن ال5 تايمز ال6 فيبقى ايكوال 30. هنكمل كده مع بعض، بيقول لك 3 تايمز الn ايكوال 15، يعني يا ترى 3 تايمز كام يدي 15؟ اكيد 3 تايمز ال5، ويبقى سوليوشن ان الn ايكوال 5. هنا x بلس نمبر ايكوال نمبر، خلاص تفهم ان الاكس عباره عن ايكوال 7.8، والنمبر اللي جنبه بيروح السايت التاني بعكس الساين يبقى ماينس 5.4، بتعمل سبتراكت عادي خالص وبتحط البوينت الديسمال فيبقى 3.4. هنا بيقول لك ال 7x equal 28، قيمة الاكس هنا اكيد equal 4، 7 times 4 equal 28، بس هنا طالب ال half x يبقى عبارة عن ال 4 divided 2 equal 2. هنكمل كده مع بعض، ومديك هنا الشكل الستيتمنت وبيقول لك حولها لي لشكل equation. احنا اتعلمنا ان احنا على طول بنترجم كده بارت بارت، بيقول لك ال5 الاف ايكوال، ادي الاف وادي كلمه ايكوال اتحولت برودكت، اول ما اسمع كلمه برودكت يعني عندك تايمز برودكت لايه، لام و6 يعني 6 وام،
خلاص هتكتب شكل الإيكويشن إن الـ F equal 6M. تمام، هنكمل وبيقول لك هنا قول لي شكل الـ Inequality Equation أو الـ Inequality اللي يمثل الـ Negative Integer. كلمة inequality لما اسمعها أفهم إن فكرتي يبقى فيه symbol greater أو symbol less أو symbol greater or equal أو symbol less or equal. إحنا فهمنا فكرة أو قصة الانيكواليتي، بس تعالى لما بشوف الشكل ده أقول لك أحسن حاجة علشان توصل للسوليوشن مظبوط، حاول كده حط شكل النمبر لاين قدامك وتعالى نفتكر يعني إيه negative integer. قلت لك نيجاتيف انتجر اللي هي المجموعة النمبرز اللي في اتجاه الليفت من الزيرو، يعني لو أنا هكتبها كمجموعة كنت هتقول لي هي عبارة عن نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 ومكملين لما لا نهاية، صح ولا لأ؟ مجموعة النمبر اللي في اتجاه الليفت. تمام، طبعا كلمة انتجر برضو ما حطهاش وخلاص، كلمة انتجر معناها النمبر صحيح، يعني أنا بالنسبة لي النمبرز دي مش النمبر اللي ما بينهم. تمام، خلاص بقى سهل، بقى اكتب لي شكل الايكويشن او شكل الانيكواليتي. هتقول لي ممكن اقول ان الاكس less than zero يعني النمبر اللي اقل من الزيرو، هيبقى صح. وممكن كمان تقول لي شكل تاني، تقول لي ان الاكس less than or equal negative one. يعني ايه يعني or equal؟ دي خلت negative one معانا، تمام، واقل منها، ما اقل منها less than يعني كمان بقى negative two negative three negative four وهكذا. يبقى كتبتها بالصورة دي، كتبتها بالصورة دي هيبقى صح. طيب شوف بقى نفس السؤال، بس هنا السؤال اللي بعده بيقول لك negative numbers بس rational number. ساعتها solution انك تقول x less than zero، صح، ما هو نفس الفكرة، انا في اتجاه negative numbers في اتجاه left، صح. بس هنا ما كانش ينفع اكتب ان ال x اقل من or equal negative one. طيب ليه؟ لان احنا تعلمنا فكره الريشنال نمبر بيشمل النمبرز اللي ما بين النمبرز الانتجر، يعني النمبرز دي كده كلها، يعني ممكن مثلا نيجاتيف 0.5 نمبر ديسمال نمبر فراكشن يبقى داخل معاك في فكره الريشنال نمبر. تمام، فما كانش ينفع ابدا من نمبر نيجاتيف 1، انا المهم ان اقل من الزيرو كل النمبرز، بقى كل النمبر ريشنال كانت فراكشن كانت صحيحه كانت ديسمال. تمام، ركز قوي لما يقول لك بالشكل ده أو بالشكل ده، بشكل انتجر أو بشكل ريشنال. انتجر كان ينفع أكتب الصورة دي أو الصورة دي، أما الريشنال ما كانش ينفع أكتب إلا الصورة دي بس. تمام، تعال نكمل كده، هنكمل كلامنا بنفس الفكرة، بس هنا بيقول لك على البوزيتيف انتجر، قلت لك على طول اكتب أو ارسم شكل النمبر لاين وحاول تفهم كده معنا. بيقول لك يعني ايه انك تمثل inequality الخاصة بالبوستف. طبعا البوستف بقى بنفس الفكرة بس هنا في اتجاه رايت، في اتجاه رايت من الزيرو، فعندك 1 2 3 4 كمان عندك integer يعني نمبر صحيح، يعني 1 2 3 4 مش نمبر fraction او decimal خالص. فانت لو كنت بتكتب 6 كنت هتقول هي عبارة عن 1 2 3 وهكذا. طيب يبقى أنا دلوقتي أقدر أكتبها بنفس الفكرة المرة دي إن الـ X أكبر من الزيرو، المهم إن X greater than الزيرو، كان هيبقى صح إن الـ X greater than الزيرو، وهيبقى صح برضو بنفس الفكرة، مفروض دي تبقى بوستف مش نيجاتيف، إنك تقول إن الـ X greater than or equal 1، إنك بدايتك من الـ 1 عشان قلت or equal ومكمل بقى الأكبر 1 و 2 و 3 و 4، كان الصورة دي صح والصورة دي صح. بنفس الفكرة اللي أنا لسه قايلها لك، لو طلب نفس السؤال البوستف بس ريشنال نمبر، البوستف ريشنال نمبر يعني إيه ريشنال؟ داخل الفراكشن وداخل الديسمال، يعني قيمة هنا مثلا هاف داخلة معاك. تمام، فساعتها كان ينفع بس برضو بنفس المبدأ إنك تقول إكس جريتر زان الزيرو، المهم إن بقى أكبر من الزيرو، دخل بوينت وان، دخل هاف، دخل أي نمبر فراكشن، أنت داخل في فكرة ريشنال نمبر. طيب تمام، يا رب كده أكون قدرت أوضح لكم الفرق في المعنى ما بينهم. هنا بيقول لك الانيكواليتي اللي بتمثل النون نيجاتيف. طب يعني إيه نون نيجاتيف؟ يعني حط إيدك كده على مجموعة النون نيجاتيف وانتجر. تمام، يعني نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 كل ده كده مش داخل معاك، كل ده هيتكنسل، ما هو طالب اللي مش نيجاتيف. طب تفتكر اتبقى إيه؟ اتبقى عندك الزيرو وتبقى عندك النمبر البوستف. علشان كده ممكن اكتبها بطريقه اقول لك المره دي اقول x greater than or equal 0. ليه؟ ساعتها انا خدت بالك ان انا زودت الايكوال، لان المره دي الزيرو دخل معاك لانه طالب اللي مش نيجاتيف، يعني اللي مش نيجاتيف.
فمش هقول x greater than zero بس، لا أنا دخلت الزيرو فقلت or equal zero. عندك الزيرو كأوريجن وعندك البوستيف انتجرز كمان. هنكمل كده مع بعض. بيقول لك قل لي برضو مين أو إيه اللي بيمثل النون بوستيف انتجر، بنفس الفكرة اللي فكرنا بيها، إنك عندك آدي النمبر لاين وعندك اللي مش بوستيف. في اللي مش بوستيف هيبقى عبارة عن الزيرو والنيجاتيف، صح ولا لأ؟ فتبدأ تقول يعني الإكس أقل من الزيرو أور إيكوال، حط الزيرو خلي أور إيكوال يعني الزيرو داخل معك. بعد كده بيقول لك قل لي اللي ريبريزنت الكاونتينج نمبر كشكل إنيكواليتي. يعني إيه كاونتينج نمبر؟ يعني بتبدأ تقول 1 2 3 صح كده، فأقدر أقول إن إكس جريتر الزيرو أو أقول إن الإكس جريتر أور إيكوال الوان، يعني بدايتك من الوان ومكمل بقى 1 2 3. هنا بيقول لك الإنيكواليتي اللي بتمثل الناتشورال نمبر. يعني إيه ناتشورال نمبر؟ قلت لك يعني دخل كمان الزيرو معك، فتبدأ تقول 0 1 2 3. تمام، هنكمل كده. فأبدأ أقول يبقى أقدر أكتب الإيكويشن كده أو الإنكواليتي إن الإكس جريتر زان أو إيكوال زيرو. بدأ الزيرو هنا يدخل معاك، فمعنى كده أنا معاك 0 1 2 3. تمام، اللي ناس منكم الجزء ده أو مش فاهمه ممكن يرجع لي الفيديو اللي شرحنا فيه الكلام ده، طبعا كان مشروح بتفصيل جامد وإن شاء الله يفيد. هنكمل كده مع بعض. بيقولك هنا twice x، يعني ايه كلمة twice؟ احنا بنترجم على طول يبقى 2x add to 7، هزود لل 7. تمام، equal y equal y، خلاص انا كده كتبت شكل الجبرك expression هيبقى بالشكل ده، ان y equal 7 plus 2x. هنا مديك ان الm equal 5d minus 5، وبيقولك المرة دي بقى اكتبها لي انت بشكل verbal، يعني انت اللي اكتبها بشكل كلامي كده. طيب كل واحد ممكن يقولها بطريقة مختلفة، المهم هتوصل للسليوشن صح على حسب ما انت فاهم. هقدر مثلا اكتب بالصيغة دي، هقول ان الام ايكوال 5 دي معناها 5 تايمز دي، وبعد كده شفت ان في سبتراكت 5 فاقول ديكريزد باي 5. تمام، شكل الايكويشن التانية دي مثلا بيقول لك قول لي مين في ده ديبندد فاريبل، خلاص انت فهمت ديبندد هو الريزلت اللي في الاخر ده. تمام، او الريزلت اللي في قبل علامه الايكوال، فبيكون طبعا هنا السيمبل، السيمبل هيكون دي. اما الان اللي داخل العمليه الحسابيه بيكون هو الاندبندد. السؤال اللي بعده بيقول لك برضو اكتب لي شكل الايكويشن ده بشكل فيربل، بشكل كلامي. ممكن اكتبها بالشكل ده، اقول مثلا ان السام اوف ا نمبر، ممكن اكتب a number k او ما اكتبش بس ايا كان، of a number and 10 equal 12. حاول كده ما تصعبش الدنيا واكتب بابسط صورة ممكن تكتب بيها، المهم فهمك للإيكويشن ان في x plus 10 هيبقى equal لـ 12. هنا بيقول لك ان الـ 20 more than الـ v equal الـ m. برضو انت هنا بقى اكتب شكل الإيكويشن، معناها ايه؟ ان في 20 more than يعني هضيفها يعني add لـ الـ v هيبقى equal m، يبقى ال v plus 20 equal m. هنا مديك شكل ال بيقول لك رول، بيقول لك هنا الرول بيقول لك شوف هتطلع ايه. بيقول لك لو انا عملت multiply by 8 وان ال x قيمتها force، يا ترى ال y كام؟ يعني بالظبط بيقول لك ان في y equal multiply by 8 يعني x times لي ال 8، صح كده؟ طيب او 8x. بعد كده بيقولك عوض لي قيمة للx ب 1 over 4، يبقى هتكتب كده 1 over 4 times لل 8 divided 4 equal 1 divided 4 equal 2، يبقى أكيد قيمة الy قيمتها 2. تمام، احنا كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة. تعال نشوف مع بعض آخر سؤال معنا. بيقولك هنا فكرة الأسئلة دي بيقولك اعمل لي simplify، ومديك الشكل الequation اللي عندك أو الexpression. اول ما بشوف الشكل ده انت على طول هتفكر فكره الاوردر اوف اوبريشن، لازم على طول دي شغاله معاك حتى لو ما طلبش منك. طيب تعال نحل كده مع بعض اول سؤال ونشوف السوليوشن طلع 46. تعال نشوف الخطوات مع بعض. قلت اول حاجه انا هبص عليها لشكل البراكتس، انا شفت براكتس 24 ماينس 9 على طول السوليوشن هيبقى 15، فابدا انزل ده كده عباره عن 15 واكتب بقى شكل الايكويشن زي ما هو 6 to power 2 plus 2، طبعا هنا كأنها times divided 3.
أصبح كده الأولوية التانية، أنت شايف شكل exponent لازم يخلص الأول 6 to power 2 معناها 6 times الـ 6 يعني 36 plus 2 times 15 divided 3. أصبح كده عندك add وعندك times وعندك division. الأولوية الـ times والـ division بس اللي يجي منهم في الأول، اللي جي في الأول طبعا هو الـ times. يبقى 2 times 15 equal 30. تمام، كل ما تعمل خطوة نزل باقي شكل الإكسبريشن اللي عندك، ما تصرحش وتعمل خطوتين في نفس الوقت. أنا خلصت 30 هنا 36 plus وهنا divided. حتى لو أنت قادر تفهم وتستوعب أنك ممكن تعملها في خطوة واحدة، لا اعمل السبس كده زي ما بتشوف. طيب أنا كده وصلت أن عندك add وعندك division، الأولوية إيه للdivision؟ يبقى 30 divided 3 equal 10، وأصبح خلاص عندك 36 plus 10 أكيد equal 46. تعالوا كمان نشوف السؤال الثاني. بيقول لك هنا أول حاجة هبص عليها زي ما اتعلمنا فكرة البراكتس، إيه جوه البراكتس عندك 5 minus 3 يعني equal 2، أكتب كده 2 وما نساش إن كان عليه باور هنا ينزل كده، وكمل بقى باقي الشكل اللي عندك، ما تسرعش زي ما قلت لك، كمل براحة. بعد كده تاني حاجة، أنا شفت الشكل exponential، شفت الإكسبوننت لازم يخلص 2 times أو 2 to power 3 معناها كده 2 times 2 times 2 احنا تعلمنا خلاص، معناها كده كلها 8، وهكمل 8 minus 4 times 6 divided 8. خلاص عندك times وعندك divide وعندك subtract، الأولوية للtimes والdivision. بس اللي يجي في الأول، اللي جه في الأول 4 times 6 يعني 24، فأقول 8 minus 24 divided 8. خلاص وصل بقى subtract و division، أولوية دلوقتي للdivision 24 divided 8 equal 3، فأصبح 8 minus 3 equal 5. تمام، تعالى كده نكمل مع بعض. بيقول لك نديك شكل الإكسبريشن ده ومديك فيها variable أو قيمته M، وبيقول لك عوض لي بس بالM هتبقى 3. تعالى نشوف السوليوشن هيطلع 12، وتعالى نشوف حليناها ازاي برضو بنفس فكرة الorder of operation، بس الفكرة البسيطة هنا انك هتحط قيمة للvariable M بالقيمة اللي مديها لك. فيبقى هنا هفتح البراكتس، M هنا عبارة عن 3 to power 2 minus 3 divided 2، وخلاص هتمشي بكل خطواتك اللي احنا تعلمناها. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هعمل البراكتس، ولما دخلت جوه البراكتس لقيت اكسبوننت، يبقى يخلص الاول 3 to power 2 معناها 3 times 3 يعني equal 9، يبقى 9 minus 3 في البراكتس، وكمل كده معايا. تمام، ونزل كل حاجة هنا divided 2، اخلص البراكتس يعني ايه 9 minus 3 يعني 6، فتبدأ تقول 9 plus 6 divided 2، امشي هتخلص ايه؟ هتخلص الديفيجن 6 divided 2 يعني equal 3، وفي الآخر 9 plus 3 equal 12. السؤال اللي بعده، منديك رولينا معها 30 pounds و save 10 pounds daily، يوميا بتحوش 10 pounds. قل لي الجبريك expression، ولما تكتبها كمان احسب لي أو evaluate، قيم لي how many في خلال ال save في خلال 1 week. طيب الأول تعالى نكتب الجبريك إكسبريشن، هيبقى بالشكل ده، إن هي في الأول معاها قيمة 30 وبتبدأ تحوش 10 day دي مثلا كسيمبول لدايلي، فهتبدأ تقول إن 30 plus 10 دي. طيب أنا دلوقتي هعوض عن الدي بقيمة إيه؟ بقيمة ال 7. ليه بقيمة ال 7؟ لأنه طالب خلال 1 week، وإنت عارف إن الويك فيه 7 days صح كده؟ فأبدأ أقول 30 times أو plus 10 times 7، أكيد 10 times 7 هتخلص الأول. شوف على طول الـ order of operation شغالة معاك، ودي أولوياتك على طول. تخلص الـ times الأول عبارة عن 70، وبعد كده تقول plus 30 فيبقى solution 100 pounds. بعد كده مديك شكل number line، بيقول لك مثل لي الشكل ده الانيكواليتي الخاصة ان الـ 5 greater than or equal x. طب احنا كنا متعودين نقول x هي بدايتنا في الكلام، يعني عايز اقول ان الـ 5 اكبر او اكتر من الـ x. طب ما اقولها بطريقة تانية، ما تيجي اقول طيب معناها ان الـ x less than or equal الـ 5، صح ولا لا؟ تعالى كده نشوف الشكل مع بعض. يعني هقول دلوقتي أنا فهمتها بطريقة تانية، إن الـ X هي الأقل من الـ 5،
عملت ازاي او الايكوال طبعا، فحطيت بوينت الفايف وبدات اقول يبقى انا ماشيه في اتجاه الليفت طالما بقول اقل، صح ولا لا؟ وقلنا ليها شكل كده انك بتطلع وتعمل السهم بالشكل ده علشان توضح ده الشكل او تمثيله على النمبر لاين، انك بدايتك من الفايف وماشي في اتجاه الليفت لانك بتقول ان الاكس هي الاقل اور ايكوال للفايف. بعد كده مدينا الشكل التيبل، مدينا الشكل الجراف اللي عندك وهتمثل ازاي. تعالى واحده واحده نفهم الاول المطلوب منك. مديك هنا الفاريبل اكس اند واي، وبيقول لك طبعا اكيد اكس اللي هي الاندبندد والواي هي الديبندد، وبيقول لك ده بقى شكل الايكويشن اللي طالبه منك. وبعد كده بيقول لك مره عوض ب1 و2 و3 و4 تمام، وجيب له قيمه للاكس. طيب شكل الايكويشن انا الاول كتبتها كده، طيب ليه؟ تعال نترجمها. بيقول لك اد 1 اد 1 اند مالتيبلاي باي 2، بيقول لك هتضيف 1 يبقى اكس هتضيف له 1 تمام. بعد كده قال لك اند مالتيبلاي باي 2، اعمل ده بقى تايمز او مالتيبلاي ل 2، علشان كده قفلت براكتس وقلت تايمز ل 2 تمام. يبقى الاول انا ترجمت الايكويشن وفهمتها. تاني حاجه بيقول لك عوض بقى كل مرة بقيمة للإكس، مرة ب1 مرة ب2 مرة ب3. فمثلا لو إكس كان ب1 هتقول 1 بلس 1 إيكوال 2، 2 تايمز 2 بعد كده إيكوال 4، فهتلاقي السوليوشن 4. خلاص كل مرة عوض بقيمة للإكس مرة إكس ب2 في الإيكويشن هتطلع ب6، إكس ب3 هيطلع الواي ب8، لما الإكس هتبقى ب4 هيطلع الواي ب10. أو أنت شايف مثلا يبقى 4 بلس 1 5، 5 times 2 equal 10 تمام. انت مجرد ما كتبت الايكويشن وكمان عملت شكل التيبل اكيد سهل انك تمثله على شكل الجراف بالشكل ده. احنا عملنا ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض ادي سوليوشن، وتعال هنا كمان نشوفه مع بعض. هنا الاكس كان قيمتها ب1 وكان الواي قيمته 4، يبقى اطلع كده عند ال4 كده وابقى دي البوينت اللي انا هظللها. طيب كان لما الاكس ب2 الواي كانت ب6، يبقى اقف عند 2 وادي ادي ال6 كده ابقى افهم يبقى البوينت الثانيه هنا. ال3 تمام اطلع عند ال8 اهو، يبقى البوينت الثالثه هنا. ادي 4 انا طالع عند ال4 وادي ال10 والتقاطع كده افهم خلاص ان هي دي البوينت بتاعتنا. خلاص كده احنا رسمنا شكل الجراف، وتعال نكمل مع بعض. بيقول لك هنا مجموعه من الايكويشن، وبيقول لك المره دي بقى اكتبها لي انت بشكل الكلامي او بشكل فيربال. تعالى اقول لك هنحلها ازاي، وزي ما بقول لك دايما ليها اكتر من طريقه في الكتابه، بس انت حاول يعني جيب او اكتب ابسط صوره، يعني ابسط صوره انت فاهمها. المهم بيقول لك هنا f بلس 10 ايكوال m، معناها f اد 210 ايكوال m، ابسط حاجه ممكن تكتبها. هنا مثلا انت شايف b ايكوال 5 ماينس k، فهتقول ال b ايكوال ال 5 ديكريزد باي k، هتقل بنسبه ال k. السؤال اللي بعده انت شايف هنا twice n، اكتب كده twice n more than، more ليه؟ انك شايف add يبقى more than في النهاية equal a، equal a. هنكمل كده مع بعض. مديك هنا شكل table ومديك شكل equation، وبيقول لك انت بس كل مرة عم اعمل substitute للقيمة للx فهيطلع لك قيمة للy. يعني اول اجابة عندك هتبقى الواي قيمتها 2. انا فكرت ازاي؟ خلاص سهلة انك تقول الواي هي 3x minus 1 الايكويشن اللي هو مديها لك تمام. نوضح بس الخط معانا، فهتقول ان الواي 3 times ال1 يعني 3 minus ال1 يعني equal 2. ومرة لما 3 x تبقى ب3 هتلاقي خلاص عوض في الايكويشن هتبقى ب8، مرة الإكس بفايف يبقى الواي هتبقى 14، وآخر مرة لما الإكس تبقى بسفن هتلاقي الواي قيمتها 20. انت شايف 3 times 7 يعني 21 minus 1 equal 20 تمام. احنا كده وصلنا لآخر سؤال معانا. بيقولك هنا أحمد add to earn at least 1 pounds daily علشان تو باي موبايل، وبيقول لك اكتب لي كده اربع احتمالات ممكنه لان ممكن يعمل احمد نيد تو ايرن. فبيقول لك انت ممكن مثلا تمثل تكتب اي نمبرز، المهم تبقى على الاقل
100. فأنا اخترت النمبرز دي، اخترت مثلا 100 150 200، واحد تاني كان اختار 300 صح. يعني المهم أنا اخترت أي 3 أو أي مجموعة من النمبرز كتبتها، بس تبقى فاهم الإنكواليتي المطلوبة منك إن الإكس لازم تبقى greater than or equal الـ 100. ليه or equal؟ لأنه قلت الـ 100 داخل معايا، قال لك at least، بس المهم علشان قال لك أكبر منه فيبقى greater than. وبكده نكون وصلنا لنهاية المراجعة النهاردة. أتمنى الجميع يستفيدوا، وبنفكركم في الآخر باللايك وتشير زمايلكم علشان الجميع يستفيد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.